البنات كي درتو لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. راه مشينا عند جداتي، مازال في الباديه وراه الويكاند، وهذا الاخ ديالي تبارك الله عليك المهدي، سلم على المشاهدين. السلام عليكم. نقول لهم كي دايرين، واش لاباس عليكم؟ ايوا حنا انتم شوفوا المشاهدين الصراحه، حيت الشتا ما طاحتش لا اله الا الله محمد رسول الله. فايت صورت معكم واحد المره واحد الفيديو درتو هنايا، وكانت الدنيا زوينه ومخضره، واني اللهم لك الحمد. هذه راها فين كاينه جداتي مي الوالده، الله يطول لها العمر ويخليها لينا وكنجيو نزوروها. ايوا الحمد لله. وهما هاد البلاصه هادي كاينه في جماعه تخيسه، لحقاش هما كل واحد ساكن في الجنان ديالو، زعما كل واحد ساكن في جنانه، كل واحد داخل سوق راسو، ما تلقاي حتى شي واحد خارج. الزهات صراحه الله سبحانه وتعالى، شوفوا الزهات كي داير. كاين تما واحد البير، ولكن راه زعما ما تيعمروش مع داخل الماء، وداك الشيء قليل الا تقطع عليهم الماء ولا شي حاجه في كيعمروا منه الماء. ايوا المهم المشاهدين، انا قلت غنشارك معكم هذه الخرجه هذه كون جيت عند جداتي. ايوا نتمنى تعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى الصراحه الله التوفيق لينا وليكم وجميع المسلمين، وكنتمنى تدعموني وتشجعوني بجيم. واللي ما مشتركش في القناه طبيعه الحال الا عجباتو اشترك معنا. يلا حبيباتي وتابعوا معايا. حنا دابا راه عند جداتي، حنا راه كما قلت لكم راه صورت معكم فاش كنا داخلين. المهم حنا كنتغداو غنتغداو. المهم حنا ما عجبناها ما والو، غادي يقبلوا علينا ونقبلوا عليكم وصافي، وهذا الشيء اللي قسم الله. لقيناهم غديوتهم غناكلوها معاهم ان شاء الله. وشوف حال ما شنو دايره البطاطا، دايره الدجاج دجاج بطاطا، والله الا واعر دجاج بطاطا كيجي غزال صراحه. بطاطا كلشي كتعجبو بطاطا، ما كاينش شي واحد مغربي تتقولي له اللحم بطاطا ولا الدجاج بطاطا ما تيعجبوش، كلشي كيعجبو بطاطا مخضره وجلبانه. ولكن بطاطا كثر، حنا بعد هاد الترتيب عندنا مفضله بطاطا من زمان، كنا صغار تكبرنا مزالين الطاجين المفضل عندنا هو بطاطا. ايوا تبارك الله عليك، يعطيك الصحة هادشي باين بنين ومريقة خات راه تبارك الله. مبغيناش نعيطو لكم حنايا، غداكم والصلاة على النبي اللي كان نشاركوه معاكم، وحنا راه تغدينا في الفطار غنعاودو معاكم شي بركة وصافي. هادشي اللي كاين. ايوا لالا تبارك الله عليك، الله يعطيك الله الصحة، باينة المريقة غزالة. هانتوما المشاهدين باين داكشي مطغمر تبارك الله تبارك الله. وصلوا على النبي هانتوما الخبز ديال الفران ديال العواد، خبز المسيرة، شوفوا تبارك الله. صلوا على النبي ما شاء الله، واش ما كاين هاد الخبز هذا كامل؟ ها ما كاين هاد الخبز هذا جاي لك الشماعة. تبارك الله عزيزة، منكم على هاد الخبز هذا كله؟ غيجيكم الضيف ولا غير كتعجنوا؟ تبارك الله بالعربية كيتسكن الخبز. قطعي شي شوية نشوفوا المشاهدين يشوفوا الخبز كيفاش. ايوا هانتوما تبارك الله، شوف كي كيجي منظف وكيجي زوين، وهذا راه ديال الدخان وكيجي صحي تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كيفاش داير، كوليه بلا ما تدوزيه ما حتى شي حاجه. ايوا عطاكم الله الصحه. نايدين دابا راه حنا غنديروا كسكروط عندهم، راه مازالين في الباديه. وهذه العجينه غادي دير لنا الملاوي لالا عزيزه، غدير لنا الملاوي تبارك الله عليك عزيزه وعلى الملوي ديالك. المهم حنا نقول لك واخا مازال ما شدناش ليه التخبز، حنا عاد غنشوفو عاود النهايه ديالو. دير العجينه بقيت سالوناتها. المهم انا صورت معاكم تبارك الله عليك انت والملوي ديالك على لالا عزيزه. شوفوا الملوي العربيه، شوفوا تبارك الله صلى على النبي. راه المراه عندك حادقه خالي، عندي ما نقول. شوف تبارك الله هانتوما. ايوا انت خالي شوف تبارك الله، هاد المراه عندك الملوي اللي دايره صلى على النبي. هانت ها هو هذا راه الخال ديالي، وهذه المدام ديالو. شوفوا في العروبيه تبارك الله على ملوي، شوفوا ما شاء الله باش هناكم. الله يعطيك الصحه وصافي تبارك الله عليك. اتقلبيها دابا ها نتوما تبارك الله، وشوفوا طلع عند الله يعطيك الله الصحه. يعطيك الله الصحه يا لالا. يا الله لالا عزيزه تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه زال تبارك الله الصفا عندك. لا الزينه تاع عزيزه بلا ما تسلم. ايه ما يقدر ديما والدك. هيا الله يقوي علينا. تبارك الله الصفا عندك. سلم
تبارك الله عليك اخي حسن. ها انتما الخال ديالي هو كاخوي كاخوي اسعد تبارك الله عليك. راه حنا في العروبيه وهذا راه الخال ديالي هو كاخوينا اسعد ديال الخيوه. هذا الخبز ديال فرن العواد شوف تبارك الله على الزينات. هذا البيض البلدي الكاطو هذا ديال شوفوا الكاطو كي داير ديال الباديه راه كاطو بسيط ولكن راه زوين تبارك الله. وانتم الملاوي ها هو خالي حسن غنوريه لكم تبارك الله عليكم سيسي.